أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كفاءات أردنية. كما عودناكم مشاهدينا في كل حلقة من حلقات برنامجنا نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن العزيز، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ فيصل البكري. تحياتي أستاذ فيصل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مساءك سعيد في البداية. الله يمسيك ألوان النبي يا الله. الله يسعدك، منورنا طبعا عبر تلفزيون جورسات. تشرفنا فيك وجورسات. أهلا فيك سعد. أستاذ فيصل البكري، عرفنا بالبطاقة الشخصية لحضرتك. أنا من مواليد 1964، بلشت حياتي في التجارة. بلشت حياتي في وسط البلد، في وسط مدينة عمان، شارع الملك طلال. احنا في التجارة هون خدناها ابا عن جد من سنة 48 ما شاء الله، في وسط عمان. في وسط عمان. بلشت حياتي التجارية لوحدي انا واخوي في بداية الثمانينات. صرت لحالي في بداية في 99. انطلقت من وسط البلد من شارع البتراء. عملت في تجارة الأقمشة، ومن ثم إلى تجارة الألبسة، ومن ثم دخلنا عليها تجارة الشالات والحجابات يعني ثم التوسع. توسعنا الحمد لله. حاليا بلشنا، كنا في محل، صرنا بست فروع ما شاء الله. يا رب ما شاء الله الحمد لله البركة. حاليا احنا عضو من اعضاء نقابة الاقمشة والالبسة والاحذية الهيئة الادارية. الحمد لله احنا من تابع مشاكل وهموم المواطن والتجار. الحمد لله. الان استاذ فيصل البكري، اهم الخدمات اللي بتقدمها للمجتمع المحلي، يعني اكيد انتم كاعضاء نقابه واصحاب متاجر الاواعي والملبوسات، هدفكم المجتمع المحلي، المواطنين، الشعب. اكيد اهم الخدمات اللي بتقدموها للشعب. اهم شيء بنقدمه بنتابعه ايش هموم التاجر، ايش هموم المواطن. من اعمال التاجر عنده هموم كثيره، صحيح، منها سوقنا المحلي هون حاليا، يعني الأوضاع اللي نحكي الاقتصادية، الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا، صحيح. منها عندنا همومنا مع الجمارك، مع ضريبة المبيعات، صحيح. مع عندنا احنا هون الأردن، احنا قاعدين بوسط، يعني حوالينا ملتهب، محك كبير، صحيح. الأهم المواطن، يعني احنا الحمد لله أهم شيء احنا هون المواطن. في المواطن أول شيء الله منعم علينا الامن والامان، ولكن عندنا هم كبير. الهم الكبير اللي هو مشاكلنا، القطاع تبعنا بمر بصعوبه جدا جدا، منها بنواجه عندنا في المنطقه، في دول الجوار الجمارك والضرائب ما بتتجاوز 5%، عندنا 40%. صحيح، عندنا 40%. عندنا حاليا برضه بنواجه صعوبات كبيرة، انه قطاعنا انخفاض المبيعات في القوة الشرائية، انخفضت 40%. استاذ فيصل، احكي لنا عن اهم المشاكل اللي بيواجهها التجار، تجار الاقمشة، وانت كعضو نقابة يعني على اطلاع باهم القضايا هاي والمشاكل. اهم المشكلات ثم تفضل، انه ضريبة المبيعات بالنسبة لتجار الاقمشة. لازم الأقمشة يعفوها من ضريبة المبيعات، لأنه الأقمشة مواد خام، صحيح. لازم
يعفونا إياها، لأنه عشان تشجع الصناعة وتشجع الاستثمار المحلي، استثمار المحلات. صحيح. بالنسبة بنواجه مشكلة ثانية مع بالنسبة لتجارة الألبسة، كانت تجارة الألبسة ضريبة المبيعات نزلوها، خفضونا إياها وقلنا كويس ماشي الحال 8%. يوم وليلة رفعوها، يوم وليلة رفعوها من غير سابق إنذار إلى 16%. صحيح. هذا يعني أثر علينا كتير 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 كتير. بعدين أجت رفعتهم يعني مقاطعة في حديك قبل العيد، إجت يعني قبل العيد في الأضحى وعز الموسم. صحيح. يعني صحيح. إحنا بموسم صيف، بموسم أعياد، أعياد، موسم مهرجانات. صحيح. عندنا كان مهرجان الأردن، يعني المفروض إحنا بالنسبة إن مهرجان الأردن جاء يعني إن نسوق الأردن ونعمل مهرجان تنزيلات في الأردن. صحيح. صحيح. يعني ننافس في دبي وننافس في دول الخليج وننافس في الجوار كله، ما قدرنا ولا هذا. بدل ما تعلى نسبة المبيعات بالعكس. هبطت بالعكس، نزلت نسبة المبيعات عندنا من لغاية 40% لغاية 50%، نسبة عالية جدا. تأثر المحلات كلها من نسبة ال. طب انتوا كأعضاء نقابة وكنقابة الأقمشة شو كانت ردة فعلكم واقتراحاتكم؟ لا احنا وقفنا ومشينا صحيح كان في اتصامات منكم. صحيح. حاولنا جينا بدنا نعتصم، بس احنا بهمنا الوطن وبهمنا المواطن بنفس الوقت. صحيح. احنا ما بهمنا امن الوطن اهم شيء. احنا هذا رجعنا فكرنا يعني الاعتصام صحيح احنا بنعتصم وشيء، بس بنفس الوقت بنعمل يعني احنا ما بدنا نعمل بلبلة، ما بدنا نعمل اي شيء، بدنا الوطن يضله في خير. في خير. وطول ما الوطن بخير احنا بخير. الحمد لله. استاذ فيصل، يعني اكيد انت عضو في نقابة الأقمشة، بزوروك تجار أقمشة، بزوروك اصحاب محلات، احكي لنا عن اهم المشاكل اللي بيعانوا منها التجار. في اهم معاناة برضو بالنسبة لنا إيجارات المحلات حاليا عندنا احنا بنواجه مشكلة كبيرة 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 كبيرة. يعني المواطن بتلاقي بيجي بخش على المهنة، بيفتح المحل، بيستأجر، فجأة ما بيكون مش حاسب، بتلاقي المحل ما بيداوم، المحل ما بيفتح سنتين إلا بسكر. يعني هذا هم كبير بالنسبة إيجارات. الكلفة التشغيلية عندنا عالية، الكهرباء عالية جدا، الموظفين، الرواتب. في مشكلة بالله على سيرة الموظفين، في مشكلة بالأيدي العاملة. الأيدي العاملة عندنا فيها مشكلة بصراحة. فيها مشكلة كبيرة يعني. بس يعني زي ما هو معروف الموظف الأردني بيشتغل له أسبوع بعدين بقول لك خلص بدي أبطل. كان عندنا إحنا موظفين في الزمانات مصريين، هلا حاليا لا يوجد. كانوا فعلا مواظبين وإشي. إحنا بهمنا إن نشغل الأيدي العاملة الأردنية. صحيح. ما بهمنا إن هذا، بس بنفس الوقت بهمنا احنا المصالح تمشي، ما تزيد التكلفه كبير 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 كبير، لانه دخلنا عماله بقل. صحيح. مصاريفنا عمالها بهذا. المشاكل اللي احنا بنوقع فيها من زي ما تفضلت بالنسبه مع الحكومه، بالنسبه للجماهيرك والضريبه والمصاريف العاليه جدا. هذا استاذ فيصل، في مشكله نوهونا عليها بالله تجار الاسئله، خلينا نسالك عنها. كتاجر ألبسة بيطلع الصين بيجيب حاوي حاويتين أواعي وبنزل فيهم على الأردن، بتفاجأ على الحدود أو بالعقبة إنها مخالفة. نسبة القطن 50، لا هي مسجلة 70. بالنسبة للمواصفات والمقاييس. شو رأيك في الموضوع هذا؟ حاليا احنا بالنسبة للمواصفات والمقاييس احنا واجهنا صعوبة وعلينا يعني في كان لنا مشاكل كتير وبضاعة توقفت كتير. حاليا احنا اخذنا وعود يعني بصراحة انا بقول لك اخذنا وعود من دائرة المواصفات والمقاييس انه البضاعة نجيب. حاليا هذا جديد الحكي، لسه ما صار، لسه راح يطبق ان شاء الله، لسه ما تطبق. اخذنا وعود انه احنا بضاعتنا اللي تيجي من الصين يكون معها شهاده فحص انها مطابقه للمواصفات والمقاييس وما تخضع هون للفحص. هذا لسه الحكي لسه ما تنفذ،
والله ان شاء الله بحل مشكلة كبيرة نقبل من الله انه يتنفذ ان شاء الله يا رب. انه بالنسبة انه هذه البضاعة انها خاضعة على الفحص ونسبة القطن فيها كذا ونسبة البوليستر كذا من بلدها من بلدها وعدنا وعدونا فيها وان شاء الله تتنفذ. هي كما ذكر يعني انه المشكلة بتكون انه انت مثلا كصاحب حاوية بتيجي فيها على الأردن بيحكوا لك خلص الحاوية عندك غير مطابقة للمواصفات المقيدة. طب وين اللي غير مطابق؟ ما بيحكوا لك وين اللي غير مطابق. بده بقول لك الحاوية كلها غير مطابقة. غير مطابقة. هذا 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 احنا لغاية الآن في في يعني داخلين في قضايا يعني انا واحد من احد التجار يعني ما كنت اسألك انت وقعت في هاي المشكلة. انا احد التجار انا علي حاليا تقريبا 8 قضايا منها حاويات غير مطابقة بس نأمل من الله انه يعني احنا لا والاحلى من هيك منها والاحلى من هيك انه بس منها. تبيعها اوكي غير مطابقه بتدفع المخالفه بس تبيعها بخلفوك ليش بعتها يعني بدل مخالفه مخالفتين لا حاليا احنا والله احنا في انا عندي لغايه الان بضاعه واقفه مش قادر اتنفس فيها. استاذ فيصل البكري احكي لنا عن اهم استعداداتك لعيد الاضحى ان شاء الله وكل عام وانت بخير في البدايه بخير تسلم الله يخلينا اياك والله ان شاء الله احنا جهزنا بضاعه ونامل من الله انه الوضع والسوق يجيبوا امين يا رب العالمين هذا لانه انت زي ما انت شايف المحلات كلها حاليا ركود يعني ركود طبيعي صحيح مش طبيعي مش طبيعي كنا متأملين من المغتربين السنة المغتربين ما استفدنا منهم بشيء بس نأمل من الله انه العيد يعوض شوية ويتحرك السوق شوية ولو انه المواطن برضو الله يكون بعونه أكيد. عنده مدارس وعنده عيد وعنده هذا صحيح. ما بنقدر يعني نعمل من الله التوجه للأفضل إن شاء الله. أستاذ فيصل بكري إنت إلي أكيد إلك صولات وجولات داخل المملكة وخارجها والحمد لله هون تهون كل المشاكل الأردن برد أمن وأمان الحمد لله. شو بيعني لك هذا الإشي؟ الأمن والأمان هذا أهم إشي. الحمد لله الحمد لله الله أنعم علينا في الأمن والأمان وأنعم علينا في القائد الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني أعزه وأجله الله والحمد لله الحمد لله نحن في بلد نفتخر ونرفع رؤوسنا أننا أردنيون الحمد لله وأننا في الدولة الهاشمية صحيح هاي نعمة كبيرة أنعم الله علينا الحمد فيها لله. الحمد لله. إيش بدنا نعرف إيش رؤيتك المستقبلية للمحلات يعني ناوي التوسع تفتح محلات أيضا بصراحة تنزل على الانتخابات هاي أنا بدي أقول لك إياها أنا حاليا في المحلات بصراحة أنا كان عندي مؤسسة أغلقتها السنة وناوي أقلص من محلاتي وأعمالي يعني أغلق إن شاء الله بدك تقلص من المحلات للتركيز في محل أو محلين في أركز في بعض المحلات يعني هلا خلينا نعرف ويعرف أستاذ المشاهدين المحل الرئيسي عندك وين يعني الأقرب إلى قلبك طبعا وسط المدينة وسط البلد وسط المدينة شارع البتراء هذا أساسنا هذا من هون طلعنا من هون ذكرنا نسألك عن قدوتك في الحياة قدوتي في الحياة والدي رحمة الله الله يرحمه يا رب الله يرحمه الحمد لله رب العالمين رحمة الله على والدي كان من التجار القدامى جدا كان صحيح بدأ في حياته في أيام يافا وإجا من يافا للعمان وبلشنا والحمد لله الحمد لله رانا في هذا الوطن الحمد لله يا رب على استاذ فيصل البكري لو قدر لك بمقابله شخصيه مع جلاله الملك عبد الله الثاني المفدى لمده 10 دقائق محور الحديث بينك وبين جلاله الملك شو راح يكون بدي اقول له يا سيدي الله يديمك علينا ويخلينا اياك تاج فوق راسنا امين يا انت رب انت يعني لولاك ولولا العائله الهاشميه ما توصلنا لا احنا اللي فيه نحمد الله الحمد لله انعمت عليه نحن في امن وامان الحمد لله في ظلك وفي رعايتك في الرعايه الهاشميه صحيح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله استاذ فيصل البكري انا اثقلت عليك بالاسئله بس بدي منك برضه يعني البطاله في الاردن زادت نسبتها ل 30% الشباب المهندس عم بيتخرج من جامعته بيستنى شغله بشهادته برضه الطبيب مثلا ممكن يستنى شغله بشهادته ما مش مستعدين يتوجهوا للقطاع الخاص يعملوا في محلات زي هيك
ثقافة العيب منتشرة. إن من الأستاذ فيصل البكري كلمة لحث الشباب العمل. أنا بقول بصراحة، أنا بقول لك حاليا أنا أكثر العاملين عندي كلهم طالبين، طلاب جامعة. أكيد طلاب جامعة، لأنه هو حاليا الممكن أقدر أنافس فيه. صحيح. طالب الجامعة. صحيح. بالنسبة طالب الجامعة ربنا الله عنا بكله أي بتقبل أي شغلة. صحيح. مو بتقبل ربنا الله، في ناس ما بتتقبل في، بس في ناس بتتقبل. أستاذ فيصل في النهاية نريد منك تحت، تفضل. في نقطة بدي كنت أنوه إلها. تفضل. إحنا قطاعنا قطاع الألبسة والأقمشة قطاع مهم جدا جدا. أكيد. جدا جدا. أكيد. قطاع يعمل فيه 57,000 عامل أردني، يعني بيعول 57,000 أسرة. صحيح. 57,000 أسرة، يعني القطاع تاعنا من أهم قطاعات المملكة، لازم يعني الحكومة تدعم هذا القطاع، تدعم مش طبيعي، لأنه صحيح. هذا أهم قطاع. يعني تخيل 57,000 أسرة، كم عددهم؟ كم عدد أفرادهم؟ أكيد أكيد عدد أفرادهم يعني عدد منيح. عندنا تقريبا 13,000 محل، يعني هدول يعني قطاع مهم جدا جدا، هو من أقوى القطاعات يعني، هو قطاع يعني التجارة. لازم صحيح، لازم الدعم، تخفيض الضرائب برضو، يعني هو أهم قطاع، يعني حتى السياح المستثمرين يأتوا، أهم شيء يعني. أكيد. أهم قطاع أنا برأيي اللي هو قطاع قبل الألبسة، المواد التموينية، وبعدين بيجي قطاعنا. صحيح. هذول أهم قطاعين، يعني الأهم إشي القطاع السلة الغذائية، ومن ثم أكيد بعد السلة الغذائية بيجي اللبس، قطاع الألبسة وهذا. صحيح. هذول يعني لازم يعني زي ما بتدعم القطاع، القطاعات الحكومية يكون في توجه للقطاعات الخاصة، القطاع الخاص ودعمهم. صحيح. والوقوف إلى جانبهم، ولانه هم من واحنا وربنا الله، انا تجارنا كلهم بهمهم يعني، ما شاء ما الله. بدهم الا يعني ما بدهم شيء الا بدهم شويه دعم بسيط. صحيح صحيح صحيح. استاذ فيصل في النهايه نريد منك تحديد مواقع المحلات، محلات حضرتك للساده المشاهدين. في الفرع الاساسي شارع البتراء، في فرع بشارع الملك طلال، فرع في شارع القبرطاي اللي هو عند المحكمة الشرعية. هذا شالات، عندي ماركة شالات سما، وفي ماركة شالات سما لحضرتك. أي نعم. ممتاز. ما شاء الله عليه. الحمد لله. فرع في جبل الحسين. وفرع في حي نزال. في حي نزال اللي احنا متواجدين فيه حاليا. حاليا. مشاهدينا الكرام، في النهاية كل الشكر للأستاذ فيصل البكري على استضافته لنا، نحن فريق إعداد برنامج كفاءات أردنية، وعلى دعمه لبرنامج كفاءات أردنية. أستاذ فيصل البكري كل الشكر لك، تشرفنا بمعرفتك. إحنا فريق إعداد برنامج كفاءات أردنية، ونتمنى لك النجاح دائما وإلى الأمام، وشكرا لك مرة أخرى. شكرا لكم، شكرا للقاءك الجميل، ما شاء الله عليكم. الله يسعدك استاذ فيصل. اسمح لي كاميرا تلفزيون كفاءات أردنية بالتصوير داخل المحل. اهلا وسهلا. اهلا فيكم مشاهدينا، دمتم بامان الله.
علي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة. Thank you.